ردت الممثلة الكويتية غدير السبتي رداً عنيفاً على اتهام الإعلامية مي العيدان لها بنقل عدوى كورونا إلى الممثل مشاري البلام خلال تصوير أحد المسلسلات. إذا أنت إنسانة كذي ومعدومة الإحساس ومعدومة الضمير ولا اللي يتكلم علي بشيء ما يخصه ولا شيء، أنا استوب عندي أنا لحد يصابي. وكانت العيدان قد نشرت على حسابها على تويتر تغريدة قالت فيها: مشاري انصاب وتم نقله من فنانة قصيرة ما تبين من القاع، الأخت منصابة وقاعدة تصور معاه عادي ولا بلغت أحد إن فيها كورونا، وسألتها إن كان ضميرها مرتاحا. وبعد رد السبتي تراجعت العيدان عن كلامها قائلة إنها لم تكن تقصدها هي إنما ممثلة أخرى، وهو ما أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. بينما يرقد البلام في غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات بعدما تراجعت نسبة الأكسجين في جسمه، تمنت العيدان على وزير الإعلام إيقاف تصوير المسلسلات لحماية الفنانين الذين لن يجدوا غرفة لهم في المستشفيات بعد اكتظاظها بالمرضى. السبتي نشرت صورة البلام عبر إنستغرام متمنية له الشفاء العاجل، وكذلك فعلت العيدان عبر تويتر. على مواقع التواصل المستخدمون منقسمون بين مدافعين عن السبتي يستبعد تسببها بنقل العدوى لمشاري البلام، وبين من حملها مسؤولية ذلك متهماً إياها بالتكتم على الإصابة وأذية الآخرين.